سندريلا ننطلق في الأخبار. نحكي ولا عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحرة. بوكس نيوز. البداية باش تكون بهيئة الدفاع عن عبير موسي، وين علي البجاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري عبير موسي الموقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة، يقول أن السلطات السجنية تأخرت في تقديم الإسعافات الطبية لفائدة موكلته وعرضها على أطباء أخصائيين. ارتكاب جريمة في حق صحتها بعد العنف اللي تعرضت له وتدهور صحتها في مكان احتجازها، لا يقع الاستجابة إلى طلباتها في تمديد للانتهاكات التي سلطت عليها. لم يقع الاستجابة إلا مؤخرا يوم الجمعة الفارط بعد طلبات ملاحة من هيئة الدفاع ومن معاينة موجودة حتى في كاميرا السجن اللي موجودة فيه الأستاذة أي مكان احتجازها. هناك تأخر كبير في الإسعافات الطبية، هناك تأخر كبير في عرض على أخصائيين، وهذا بمعنى القانون وبالمعنى الإنساني يعتبر انتهاك جسيم وفساد إداري يضاف إلى الفساد الإجرائي. كما أعلن كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح البارح خلال الندوة الصحفية اللي قاموا بها، يقول أن هيئة الدفاع عن عبير موسي ستقدم إشعارات بوجود جريمة تدليس وانتحال صفة لوزارة العدل وعميد قضاة التحقيق في حق خبير دولي في البحث الجنائي الرقمي، تم الاستعانة بخدماته لإجراء اختبارات على هاتف مناوبته. تم عرض هاتف جوال للأستاذ عبير موسي على زوز مخابر متاع دولة بإمكانية الدولة، جات النتائج عندها إيجابية، ترأى بطلب من النيابة العمومية لقضاء التحقيق أن يعين شخص آخر غير مدرج بقائمة الخبراء العدليين بتعالة أن له اختصاص في بحث جنائي رقمي. جينا نشوفه لقينا الشخص هذا ينشط في إطار شركة غير مقيمة بتونس، هو غير مقيم بتونس، يستعمل ختم وطابع حاطط فيه اللي هو عضو في جمعية الخبراء الجمعية الوطنية الخبراء العدليين التونسيين، الجمعية تبرعت وقالت هذير عمره ما كان منتمي عندي أنا، ما عندوش عنوان، يحكي على مخابر، تدخل في ليزابليكاسيون انكيدين بتاعو يقول لك سيتان كابيني ديكسبرتيز مولتي ناسيونال. شنو الحكاية هذي؟ علاش الشخص هذي معناتها تسلموا انت معطيات شخصية في خرق واضح للفصل 57 من قانون المعطيات الشخصية؟ تحركاتنا سوف نقوم، إشعار وزارة العدل والسيد عميد قضاة التحقيق بوجود جريمة التدليس وانتحال صفة في هذا الشخص والتثبت من الشهيد نتاعو. في نفس الإطار طلبت منظمة العفو الدولية من رئيس الجمهورية قيس سعيد الإفراج فورا عن عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر وإسقاط التهم الموجهة إليها، معتبرة أنه لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وتجمع، كما حثت المنظمة سعيد في رسالة وجهتها نهار 7 ديسمبر ونشرتها البارح بموقعها على إتاحة السبل لموسي للقاء أسرتها ومحافظة حاميها وتوفير الرعاية الطبية الكافية لها. كل الكلام بيسير على عهدة هيئة الدفاع على رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وصلنا نحكي وحتى على خبير تمت الاستعانة به غير مدرج في قائمة الخبراء العدليين ينشط في إطار شركة غير مقيمة في تونس، وهو كذلك غير مقيم بتونس، إلى جانب الاتهامات في علاقة بالحالة الصحية اللي وصلت لها عبير موسي، ويقول أنه الإدارة تاع السجن لم تستجب لطلباتها إلا مؤخرا بعد دعوات لها من هيئة الدفاع وإثر معينة كاميرا السجن اللي موجودة فيه توا عبير موسي. مطالبين نسمو فيرسيون رسمية محمود في علاقة بالكلام ذي والتهمة اللي كانتها هيئة الدفاع. ديما مطالبين أنه نسمعوا الجهة الرسمية، مع الأسف الجهة الرسمية تتحفظ على الخوض في الملفات هذه، تتحفظ على التصريح لوسائل الإعلام عن بعض المعطيات حول بعض القضايا والتهم الموجهة إلى بعض السياسيين بين ظفرين أو حتى في وقت من الأوقات رجال الأعمال، ولكن مع الأسف فالجهة الرسمية تتحفظ، كلك نتحفظ باش ما يصيرش لغط وما نزيرش نكبر الحديث مادام الملف مازال في طور التحقيق، ولكن وقت اللي نسمع اتهامات صحيت وقت اللي نسمع اتهامات بالخطورة هذه ما تنجمش الجهة الرسمية تبقى مكتوفة الأيدي، لأنه باش تحل الباب
للسبيكولاسيون من للمزايدات والمضاربات حول ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي. اليوم نتحدث على أنه ما داويناهاش تعرف هذه بعد وما نحبش نوصل أنا بعد نون أسيستانس أ بيرسون أون دونجي معناتها نجموا مثلا حكاية الخبير هذه وبربي فاصل رفيق لهنا وبين قوسين لا لا بين قوسين على خير معناتها فاصل فيرجول هكا باش نعملوا فيرجول صغيرة حول الحديث على التليفونات تو شو اللي يصير قاعد مع الأسف زاد نقولوا اللي يقع نوقفوه وبعد ناخذوا له التليفون ونحاولوا نشوفوا نقاوش في التليفون نتاعو حاجات كومبروميتونت اللي تنجم نوجهوا له بهم بعض التهم. دونك شو ولا صاير توا في تونس الناس كل اللي عنده تليفون ما عادش يخلي فيه حد شيء ساعات حتى تصور عائلته عامل تصور عرسه فسخه محمود تصور عرسه مفكيم تاعو وخلى اوديو معاه من عرشكو تصور تهور والبوم في الدار قطعه بالو ذاك يتعاقب عليه دي ميساج وكو تاع تخابر وكل خليهم خبرات اجنبيه والله يا سعد بالحق تو عبير موسي معناتها الحقيقه كيما تحدثوا على عبير موسي تحدثوا على الاخرين يا خويا اخرجوا لنا وراو هي العركه السياسيه هي عركة سياسية خليوها سياسية حتى موظفين الدولة وانا نعرف برشا موظفين دولة راو اللي تعظوا بالتجارب بتاع وقت بن علي واحد ما عادش يحاولوا يعملوا تجاوزات لانه كل كذي عركة سياسة احنا نتعديوها مطالبين انهم يعطيونا الفيرسيو يعطيونا كلام رسمي في علاقه بالكلام والتهم اللي كانت هيئه الدفاع لعبير على عبير موسي كما قلت اللي دارت السجون وحكيت زيدا وهي حاجه مهمه على الاعتماد على خبير غير مقيم في تونس غير مدرج في قائمه الخبراء العدليين وينشط في اطار شركه غير مقيمه. بعد الفاصل نرجع نحكيو معكم في الاخبار باش نحكيو على فلسطين باش نحكيو على مسائر في تونس من توا حتى للتسعة ونص معكم في الرف مايك. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 تاع الصباح ديوانا فام صوتكم. الصباح هو الرف مايك والرف مايك هو الصباح رف مايك مرحبا بكم. هل اختص سعيد فرحان برشا 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 جعفور دو روتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق على مسؤوليتي. ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فام من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوان فام صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من اثنين للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية كل يوم من الاثنين للجمعة من 3 إلى 5 متاع العشية معايا أنا حاتم جزبار ديوانا فام صوتكم.
اهلا وسهلا بكم في ديما لاباس. ديما لاباس سيغ ديوان فهم من الخمسة للسبعة متاع العشية، برشا ضحك وذمار، اخر الاخبار والتصريحات مع نوفل اي توت ليكيب، وخليك ديما لاباس. حقائق التوا ما تكشفت، احداث التوا ما تفهمت، وملفات عمرها ما تحلت. باش نحكيو مع مسؤولين خذوا ونفذوا القرارات، وشخصيات عاشوا الكواليس، الخفايا والحيفيات. ضيوفنا باش نفهموا معهم اللي صار ونكشفوا بهم الاسرار، وكل حرف وكل كلمه تتقال على مسؤوليتهم. على مسؤوليتهم. على مسؤوليتك، البرنامج اللي يكشف الحقائق ويحل الدوسيات. كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة. السبعة واربعة وثلاثين دقيقة كنا نحكي على عبير موسي وهيئة الدفاع على عبير موسي. تعليق صغير حاتم، خاطر ديما نكتفيه بفيرسيون واحدة. أغزر هو راهو عندنا مشكلة كبيرة ياسر، نحن ديما نطالبوا نحبوا الأمن الجمهوري، لكن زاد نحبوا القضاء الجمهوري، نحبوا وزارة العدل، نحبوا السجون، معناه التعامل مع الناس على من نفس المساواة، العبيد الكل كيف كيف اللي يدخل غاديكا. لكن بالطبيعة وقت يكون عندك إنسان مثلا زعيمة حزب ولا يكون وجه معروف سياسي، خاصة في السياسة ديما المشاكل عندنا في السياسة، يلزم زاد الاتصال، واللي واجب الاتصال على الإدارة كونها خطر هكا قاعدة تغذي في إشاعات، وهي بالحق راهي معناها فما ناس مقربين لها معناها يأكدوا لي اللي هي معناها عندها مشكلة في كتفها، ما هيش تلقى في الرعاية الصحية. يلزم تكون كأي مسجون، وبتاتر زادة يكون زادة أترافير هي ولا أترافير الناس اللي معروفين اللي يشكي وراهم السجون، نجموا زادة نفهموا اللي فما برشا ناس عاديين بين الظفرين زادة عندهم مشاكل دوك المشكلة في السجن. وهنا أهمية أنك تخرج وتتبع باش تفند الأكاذيب هذه، لو كانت أكاذيب باش تعطي تفسيرات، لو كان صارت تجاوزات غير ممنهجة، خطأ بشري نجم يصير في أي بقعة في سجن، في بلاتون تاع أعلام، في غيره كذا، مهمة تكون عندنا الرواية الرسمية حتى على سمعة المؤسسة ذيك اللي تم اتهامها. نحكي إدارة سجون، نحكي ولو كما قلت على الخبير العدلي غيره كذا. وأي مواطن كي تقول هكا شو يقول لك؟ يقول لك هذي نكل بيه رئيس الجمهورية، كل شيء راه في وجه رئيس الجمهورية، خاطر هو يقول لك أنا العدل والكرامة والتونسي، أما فينه على وجه على أرض الواقع.